بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، فأنت ولي ذلك والقادر عليه، فإنك على كل شيء قدير. أهلا وسهلا بكم في موضوع جديد من المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دايما. موضوعنا النهاردة هو الدايود. الدايود هو المدخل لعلم الإلكترونيات، لأن هو أبسط عنصر إلكتروني تقدر تفهمه. الدايد فكرة عمله بكل بساطة إن هو عبارة عن عنصر بحطه في الدايرة بيعديلي التيار في اتجاه ومبيعدهوليش في الاتجاه الآخر. العناصر الإلكترونية بتتميز بحاجة مهمة جدا، إن هذه العناصر بيسموها non linear components، لأن العلاقة ما بين الجهد والتيار فيها ما بيكونش خط مستقيم، يعني مش علاقة دايما ثابتة ما بين الجهد والتيار، لأن احنا عارفين إن في حالة المقاومة مثلا بيكون ال V يساوي ال I في ال R، فهنا ال V يساوي ثابت في ال R، فالعلاقة دايما بقدر أحكمها. أما في حالات العناصر الإلكترونية زي الدايود والترانزستور وغيرها ما بقدرش أحكم عليها بالحكم العام ده، لأن هي عناصر نون لينير. إيه هو الاتجاه اللي بيمشي فيه التيار، وإيه هو الاتجاه اللي ما بيمشيش فيه التيار اللي بيمنعه الدايود؟ الدايود بيكون شكله كده عندنا في الدايرة على الورق، لكن في الحقيقة بيكون شكله كده. الخط ده بيمثل الإشارة السالبة أو القطبية السالبة بتاعة الدايود، وبالتالي الناحية دي بيكون موجب، فبيكون الدايود موجب سالب أنود كاثود. في الحقيقة بعرف الشرطة دي منين؟ بيكون في شرطة لونها أبيض أو لونها فضي، المهم بيكون في شرطة بتمثل أو بتشير إلى القطب السالب لهذا الدايود. بصورة أوقع شوية، هو ده دايود احنا جبناه في الحقيقة وصورناه، وبالتالي الشرطة اللي لونها فضي دي هي الشرطة اللي بتدل على القطبية السالبة بتاعة الدايود. الدايود بيعدي تيار في اتجاهه الطبيعي المتعارف عليه، يعني بيعدي تيار من الانود للكاثود، يعني لو جه تيار من هنا وعايز يعدي في هذا الدايود هيعدي من الموجب، طالما جاي من الموجب للسالب هيعدي بكل سلاسة. طبعا هيكون في مقاومة صغيرة اللي هي مقاومة الدايود، أي عنصر بنحطه في الدايرة بيكون ليه مقاومة. أما لو جيت حطيت تيار يعدي عكس قطبية الدايود، يعني تيار جاي من موجب رايح للسالب، وأنا أصلا قطبية الدايود بتاعتي سالب موجب، فالتيار مش هيقدر يعدي، أو بصورة أدق التيار هيعدي منه جزء صغير جدا، مش هو نفس التيار اللي أنا مدخله، لان هيتكون مقاومة عالية جدا في حالة وانا بوصل التيار عكسي على الدايد. الدايد في حالة لما بوصل الجهد عليه بالصورة الطبيعية يعني موجب سالب بديله تيار من هنا، بيكون في حالة اسمها حالة الانحياز الامامي او الفورورد باس. اما في حالة لما بوصل عليه تيار في الحالة المعكوسة يعني من الموجب السالب وهو سالب موجب، بيكون الحالة دي اسمها انحياز عكسي او ريفيرس بيس. في حالة الانحياز الأمامي المنطقة ما بين البلورتين، البلورة الموجبة والبلورة السالبة، بتضيق جدا، وبالتالي المقاومة بتبقى صغيرة وبتبقى تقريبا 7 من 10 فولت. لو زودت الفولت بتاع التيار الداخل بحيث ان هو يتخطى 7 فولت، التيار بيعدي بكل سلاسة. زي في المنحنى ده، المنحنى دون او جزء دون من المنحنى بيعبر عن الانحياز الامامي. بلاحظ هنا ان كل ما زود الفولت كل ما التيار يزيد، بس في البداية بيكون التيار بيزيد بقيمة بسيطة، لكن بعد ما بعدي 7 من 10 فولت بلاقي التيار مع الفولت بيزيد زيادة متقاربة نسبيا. اما في حالة الانحياز العكسي في هذه المنطقة من المنحنى، لما بزود الجهد معكوس بلاقي ان التيار بيزيد ولكن بصورة قليلة جدا، اقل من هنا، وبالتالي احنا بنقول
تقريبا ما بيعديش تيار، او ما بيعديش التيار اللي انا اصلا محتاجه في دايرتي. لكن بعد ما بيوصل لجهد معين، هذا الجهد بيكون من عناصر مميزه للدايود، يعني مثلا الدايود ده 5 فولت ستوب بوتنشال. ستوب بوتنشال ده الجهد اللي لو عداه التيار، لو عداه التيار اللي داخل في الانحياز العكسي على الدايود، الدايود هيتحرق. بلاحظ هنا لما بيعدي بلاقي ان الجهد مع التيار كأن الجهد ثابت، ده معناه ان الديود اتحرق ومقاومته بتبدأ تزيد. ده الديود بكل بساطة. فكده احنا هنلخص اللي احنا عرفناه. عرفنا ان احنا في حالة الانحياز الامامي بيكون في مقاومة منخفضة، وحالة الانحياز العكسي بيكون في مقاومة مرتفعة. فاحنا عندنا قياس كده نقدر نقيسه بالافوميتر للتعرف على قطبية هذا الدايود، في حالة ان الحتة الفضية دي او الشرطة الفضية اللي بتعبر عن السالب اتمسحت، بقوم جايب الدايود وموصل الموجب بأي فردة والسالب بأي فردة من فردة الدايود. لقيت ان في مقاومة بسجلها، بقوم عاكس قطبية الدايود، بلاقيت في مقاومة بقارنها مع المقاومة اللي قريتها قبل كده، لقيتها مرتفعة، يبقى الحالة اللي انا موصلها فيها دي هي حالة الانحياز العكسي. بحدد على اساسها السالب والموجب فين. يعني لو كان هنا او هنا في حاله الانحياز العكسي بهذا الشكل، يبقى السالب هو اللي مع الموجب بتاع الافوميتر، الموجب بتاع الافوميتر احمر، والموجب بيبقى مع السالب بتاع الافوميتر اللي هو بيبقى ازرق او بيبقى اسود في الحاله الطبيعيه. ده الديود بكل بساطه بدون الخوض في طريقه تصنيعه. عندنا نوع مهم من انواع الديود، وهو يعتبر نوع مهم شوية يمكن أهم من الدايود نفسه، اللي هو دايود الزينر. دايود الزينر لا يختلف كثيرا عن دايود العادي إلا في نقطة معينة، اللي هي نقطة لما أجي أوصله معكوس بيختلف شوية. دايود الزينر بيبقى ليه جهد قطع ثابت زيه زي الدايود العادي. يعني لما باجي أروح أشتري زينر، بقول اللي أنا هشتري منه بقول له عايز زينر 10 او 5 او 6 او 7 فولت على حسب انا عايزه كام فولت. ده بيبقى الجهد القطع بتاعه، بمعنى ان ده الجهد. لو ده دايود عادي انا جايب دايود 5 فولت، لو دايود عادي وجيت زودت على 5 فولت في حالة الريفرس هلاقي ان الدايود اتحرق. اما الزينر لما بزود عن جهد القطع بتاعه بيخرج لي جهد بيساوي جهد القطع بتاعه. يعني لو اشتريت دايود زينر 5 فولت، نفترض ان ده هذا 5 فولت، وعديت في تيار معكوس ب 6 فولت، هلاقي ان اللي خارج لي هو 5 فولت. فدايود الزينر هنستنتج ان هو بيستخدم لتثبيت الجهد. شكله بيبقى بالشكل دون، النقطة السوداء دي او الشرطة السوداء دي بتعبر عن السالب بتاعه، وطبعا الطرف التاني بالتبعية بيكون موجب. شكله في الدايرة بيكون بالشكل دون او الشكل دون، بس بضيف شرطة هنا كمان، حاجة كده زي علامة التكامل بس معكوسة. دايرة تثبيت الجهد بتاعت الزينر هي الدايرة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هتلاحظوا هنا ان انا حطيت مقاومة، حطيت مقاومتين لكي اقلل التيار الداخل على الزينر. ازاي؟ اصلا الديودات عموما لا تتحمل تيار الا من 100 ل 200 ملي امبير، ف بحط المقاومة دي عشان تقلل لي قيمة التيار اللي داخل، ولكن الجهد ثابت زي ما هو. بعد كده بوصل الحمل بتاعي او اللود بتاعي، بوصله على الطرفين مع التوازي مع الدايود الزينر. وبكده نكون خدنا فكرة سريعة عن الدايودات، اللي هم الدايود عموما ودايود الزينر كنوع من انواع الدايودات المهمة. اتمنى ان انا اكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع، واسأل الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وحسناتكم. كان معكم مصطفى سعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.